في هذا السوق بقلب العاصمة تسجل أسعار الخضر والفواكه مستويات مرتفعة. البطاطا والجزر وصلت أسعارها حتى 70 دينار، أما الطماطم والخس بين 80 دينار حتى 110 دنانير، بينما وصلت أسعار الخضر غير الموسمية كالفاصوليا الخضراء إلى 400 دينار والثوم ب 800 دينار مثل ما تظهره هذه الصور. البطاطا راهي 7000 للكيلو اليوم، وصل 6000. كي تجيبها متريه تجيبها شويه غاليه على ابار السمانه اللي فاتت، حبطت شويه. ها كيما فيطو هذاك ما ينحوهاش التريه تاع السومه، وكي يكون هذا يكون صاحي كيما اليامات ربع ديما تطيح ديما توج تشد. كيما الطوماطش هاي 80 دينار على حبه، 80 دينار على حبه، الدوزيام دير 5000 سيدي بري ريزونابل، ما مزروديه 60 دينار 60 دينار بارابور صابا في لينور. بينما سجلت فاكهة البرتقال أسعارا بين 80 دينارا حتى 120 دينار. طامسون مواد مارس 100 دينار. تاع ليجي 7000 8000، والطامسون الله يبارك تاع الغرب شابة مواد مارس 100 دينار فيها بركة. وسجل سعر الدجاج حوالي 300 دينار للكيلوغرام، بينما اللحوم الحمراء تجاوز سعرها 1300 دينار. الدجاج اليوم دار 30000 و ليكوس دارو 23، جناحتين دارو 15000، اسكالوب دار 48 48. بوت صافا، حنا مادا بينا يهبط كاع، حنا مادا بينا يحبطوا لي بري باش الناس تشري. الغلمي كان يدير 125، دوك راهو في 135 138، ديبون على كل واحد كيفاش يشري. ليكون المستهلك كالعاده مجبرا على الشراء مهما كانت الاسعار. شوية موية مشي غالية ومشي يعني رخيصة، احنا ما دابنا تزيد ترخص شوية، كان غالي عليها نشتري كيلو، كان نلقاها غالية ياس نشتري رطل، كان تزيد تغلى انكور ما نشريش. كيفاش اللوبيا 40000؟ قضيت قضيت واحد 300 ميلا كده. كاين وكاين، كاين غالي وكاين نورمال. ومنذ دخول شتاء هذا العام لن تنخفض أسعار الخضر والفواكه كثيرا عن المستويات التي تسجلها فوق 70 دينارا على أساس يومي أو أسبوعي بحجة الأحوال الجوية والمضاربة في أسواق الجملة من جهة أخرى، وهي المتسبب الأول في ارتفاع الأسعار حسب الفاعلين في سوق الخضر والفواكه.